حبايب العرب في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. اخوكم مصطفى حييكم من البرازيل في برنامجكم رحلة البحث عن الله. في اخ كريم كلمني دلوقتي، كان منفعل شوية طبعا، بيفكر ان انا يعني عايز اكسر مقدسات او اي حاجة زي دي. لا طبعا، انا واحد من الناس كنت يعني في الديانة المسلمة الإسلام، وأنا بحترم جدا الإسلام ومؤمن به، لكن كان عندي أسئلة كتيرة زي ما حضرتك بتقول عندك أسئلة كتيرة برضو وملهاش إجابة. وأنا قررت من زمان جدا إن أنا أبحث عن الله، وقلت إزاي إن في إن الله سبحانه وتعالى بيفضل بعض البشر والباقي يعني بيسيبهم يتحرقوا في نار أبدية، وإما إن الله رحيم أو غير رحيم. فهو ده اللي أنا سألته يعني، وابتديت عملية البحث ديت. وصدقني لما أقول لك إن أنا درست ديانات كتيرة وشقيت كتيرة وتعبت كتير، ودرست بالإنجليزي وبالعربي واللي أنت عايزه يعني، وبالبرتغالي هنا، وعثرت بالصدفة بالعقيدة الأرواحية اللي أنا هقدمها لحضراتكم النهاردة، وهي ابتدت تجاوبني على حاجات. وزي ما حضرتك طبعا بتعترض أو الآخرين برضو بيعترضوا، أنا اعترضت كتير جدا برضو في الأول، وده شيء صحي جدا. احنا ما يجبش إن احنا ايه نسلم بأي حاجة تتقال، لازم ايه نعرضها على عقلنا وندرس بالراحة. لكن خلينا هادين يعني، احنا يعني ما بندعيش حد ان هو يتخلى على دينه ولا كلام من ده، بالعكس يعني تمسك بدينك وادرسه كويس جدا، وشوف ايه الجزء الخير اللي فيه، ان انت تقدر لو في اي حاجة مكتوبة فيه بتدعو الى قتل الاخرين او حاجة زي كده، ما تنفذش الجزء ده. طالما ان انت بتعمل الخير تبقى انت تمام التمام. فاعتراضي على الأديان يعني هو بس الجزء اللي في بيقول فيه إن الله أمر بقتل قوم معينين على حساب قوم آخرين، يعني أمر بقتل ناس على حساب ناس. ده أنا شخصيا كده من قلبي كده غير موافق عليه، بغض النظر جه في أي كتاب يعني، ماشي، مع إنه متكرر بين الكتب السماوية يعني. فزي ما قلت لك، لما واحد بيسألني مش مفروض ان انت تسأل السؤال ده، انت بتؤمن بالقرآن ولا بتؤمنش بالقرآن؟ اللي مفروض اللي يؤمن الشخص اللي داخل الدين هو اللي يدرس ويقرر لنفسه من داخل الدين. واي دين جميل يا جدعان، اي دين كويس يعني، مجرد ان انت ايه تقعد وتصلي لله سبحانه وتعالى، اه انا بصلي في كنيسة، لا انا بصلي في الجامع، انا بصلي كل الطرق تؤدي الى روما، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم وبيحب الجميع. وانا من الناس اللي اتأكدت حاليا ان الله سبحانه وتعالى ما عندوش دين واحد يعني، والا كان غير عادل، لان هو بيودينا في بنتولد في اماكن كتيرة، هو يعلم ذلك ان احنا هنبقى سيخ، هنبقى بوذيين، هنبقى من الديانات الأفريقية أو أي دين آخر، أو الإسلام مسيحية يهودية بوذية وهكذا. لكن مش بخاطر الطفل اللي بيتولد النهاردة، النهاردة بيتولد 250 300 ألف طفل النهاردة بيتولدوا في جميع بقاع العالم، وتأكد كلهم هيتأقلموا بالدين اللي موجود هناك. يبقى ذنبهم إيه بقى لو في دين واحد صحيح؟ وده اللي أنا قلته يعني في فيديو أنا عملته اسمه هل هناك دين واحد صحيح؟ لا يوجد. ماشي يا جدعان، يمكن انا بكرر كلامي للناس اللي متابعين بيقولوا لي انت بتكرر كتير، لكن نعمل ايه، لازم نكرر يعني. والنهارده هنقدم لحضراتكم العقيده الارواحيه، احنا بنسميها ارواحيه وليس روحانيه، اللي هي سبيريتيزم. سبيريتيزم عشان تتميز عن الروحانيات يعني. انا بشوف ناس كتيره جدا بتكتب في الروحانيات وبيوري لك الرؤية الشرعية، الرقية، أنا الرقية الشرعية، أو حد مثلا بيخرج الجن مش عارف ايه، عالم روحاني بيخرج الجن والشياطين، العالم مش عارف يعمل ايه، وبيكتب لك عمل وكده.
فطبعا الأروحية لعلان كارداك هي مبنية على أسس علمية وفلسفية ودينية، واخد بالك؟ وهو ده اللي أنا هشوفه معاك. فإحنا درسنا الخمس بدائل اللي موجودة في الكون، اللي موجودة آسف في كوكب الأرض، هم خمس بدائل أساسية. البديل الأول اللي هو المادية، الإلحاد، يعني أنت ممكن تتبع العقيدة المادية أو الإلحادية، أو أنت ممكن تتبع العقيدة رقم اتنين اللي اسمها الحلول. فاكر إحنا إن الله يحل في كل شيء، وإن الله هو مجموع كل شيء، وإحنا ناقشنا النظرية دي. النظرية الثالثة اللي هي الربوبية، في ناس بتقول إن في إله لكنه خلقنا وتركنا لحالنا كده، والحال سابنا واللي يحصل يحصل. ارجع وشوف برضو الفيديوهات دي. او ان احنا في العقيدة الدوجماتية اللي هي العقائد المسيحية والاسلام واليهودية، واخد بالك؟ واحنا برضو تكلمنا عنهم، عن الدوجماتية، واستعرضنا ايه اللي كل دين من دول او كل عقيدة من دول بتقوله، واخد بالك؟ واحنا بنتفق جدا مع اللي جه في الديانات الثلاثة اللي هما المسيحية واليهودية والإسلام، لأن هما بيؤمنوا بالروح، وإحنا بنؤمن بالروح، بيؤمن بأن الروح بتعيش بعد موت الجسد، وإحنا طبعا بنؤمن دي بأن الروح بتعيش بعد الجسد. لكن في اختلاف واضح، يعني ان مثلا احنا بنؤمن بالرينكارنيشن، ان الروح دي بترجع على كوكب الارض تاني وبتعيش خبرة تانية لكي تتطور. لكن الثلاث اديان دول بيؤمنوا بان احنا بنموت او بنروح في جنة او بنروح في نار ابدية، يعني في يوم معين مش عارفين تاريخه كام، ده اللي هو يوم القيامة هيحصل بعث، يعني لازم الروح ترجع للجسد. ودي فكرة قديمة، القدماء المصريين حتى كانوا بيحنطوا الجسد عشان خايفين الروح ما تلاقيهوش، اسمها عقيدة الايه، البعث، واخد بالك؟ فالعقائد الاسلام والمسيحية واليهودية بتؤمن بشيء اسمه البعث، بمعنى ان الجسد مات، يعني الروح طلعت عند الله سبحانه وتعالى، والجسد تحلل، لكن هو ربنا هيدور عليه في يوم القيامة وهيؤمر الروح ترجع لهذا الجسد بالذات. بالرغم ان بالطريقة العلمية اللي احنا بندرسها، الجسد اللي بيتحلل بيدخل في اجساد اخرى، يعني بتلاقي مثلا الدود بياكل الجسد الانساني، يعني انت بتخدم بينتهي الجسد بتاعك. او مثلا لو انت وقعت في البحر، الحيتان بتاكلك والسمك والحاجات دي، فانت الجسم بتاعك بيدخل في اجزاء من جسدها ايضا، زي ما احنا بناكل الحيوانات برضو، فالاجساد ما بتخش في جسدنا دول، بتبقى جزء منه. طب وهتتعامل ازاي بقى عملية البعث دي؟ فكر فيها بس. وبعدين في ناس بتتحرق، يعني بيتم عملية الحرق ليها، خاصة في الهند، وهنا برضو في البرازيل في ناس بتتحرق برضو، بيحطوهم في فرن كده وتلاقيهم طالعين ايه، شوية تراب يروحوا معبينهم في برطمان مخلل كده وساعات يروحوا بعزقوهم في النهر وكده يعني. فالناس دي هترجع ازاي؟ انهي جسد ده؟ ماشي، دي مجرد يعني افكار احنا بنطرحها، مش معنى ذلك الدين ده غلط والدين ده صح، مش كده يعني. الدين ده شيء في منتهى البساطة، انت بتؤمن بعقيدة معينة. تخيل ان انت راجل مسيحي، جميل، فانت بتؤمن ان في الله خالق لهذا الكون، تمام، وانت بتعبده وتفعل الخير وبتصلي، تمام 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 تمام، ايه المشكلة؟ ده ابن الله مش ابن الله، الله دي مش مشكلتنا احنا، انت اتولدت في المكان ده، علموك كده. المسيحي المسلم، الراجل ده بيؤمن بالقرآن والكلام الموجود فيه والسنة وهكذا، وبيصلي وبيصوم وبيعمل الخير، ايه ذنبه؟ تمام التمام، ايه مشكلته؟ يهودي غير يهودي، كل الاديان ديت هي ديانات. بالنسبة لي انا ديانات كويسة جدا، وكانت بتخاطب الناس على قدر ايه، عقولهم وعلى قدر ثقافتهم في الوقت اللي هو نزلوا فيه، واخد بالك؟ من 3000 سنة، من 2000 سنة،
دي كانت الناس جهلة جدا، يعني حتى مصر سنة 1900 كانت معظم الناس جهلة، ما فيش مدارس. يعني ادرس كده وانت تشوف من 500 سنة كانت مصر شكلها ايه، والعالم العربي كان شكله ايه، والهند كان معظم الناس جهلة. يعني مش كل الناس سقراط وارسطو وافلاطون، ودي ما فيش يعني. ماشي، فاحنا هنشوف العقيدة الجديدة دي اللي هي الأرواحية دي بتقول ايه بالظبط. فانا قررت ادرسها، انا كنت يعني واحد من الناس قلت طيب انا اشوف العالم دي بتقول ايه برضه، لان انا عندي اسئلة. وشوفنا احنا لما في العقائد الاسلام والمسيحية واليهودية في اسئلة كتيرة ما عندناش اجابة. يعني الاطفال اللي بتموت بتروح فين، وهل هم هيعيشوا في سعادة بدون ما يبقى لهم فرصة انهم يخطئوا، او مثلا هيعيشوا في تعاسة بالرغم ان هم ما عندهمش فرصة يعملوا الشر؟ طب والناس الهبل البلهاء ايه ذنبهم، او هم سعداء بدون ما يبقوا زينا عشان هم مجانين يبقوا مثلا تمام، واحنا نبقى نتعاقب على ذنب احنا مش ذنبه يعني. ايه تاني، في اشياء كتيرة، اسئلة كتيرة. والناس اللي بتيجي في ظروف كويسة جدا وبصحة جيدة، والناس اللي بتيجي معوقين، والناس اللي بتيجي في حالة غنى فاحش، وناس فقراء جدا، وناس بتتولد في دول ممتازة في بلجيكا والنرويج، وناس بتتولد في الصومال وجنوب السودان والحاجات دي. ف يعني الـ الإسلام والمسيحية واليهودية لم يجيبوا على هذه الأسئلة. قال لك هو ربنا عايز كده خلاص، يعني يعز من يشاء، يذل من يشاء، ويرفع من يشاء، يخفض من يشاء. فدين في الديانات دي خلتني أنا شخصيا أخش في حالة نفسية، هل ربنا بهذه الطريقة فعلا، وماذا كذا وماذا كذا وماذا كذا، مليون سؤال، فما لقيتش أسئلة. ولذلك لما درست الروحانية دي أجابتني على أسئلة. وإحنا بندرس دلوقتي في كتاب الأرواح، وأنا مجرد بقدم لكم دلوقتي العقائد الخمسة دول، وبعدين هنكمل في كتاب الأرواح. الفيديو ده هيبقى طويل، فأنا لازم إيه يعني أعمله على مرحلتين، أقدم العقيدة الأرواحية على مرحلتين عشان ما يبقاش طويل جدا يعني. طيب، العقيدة الروحانية بتعتقد بقى ايه؟ ان الروح احنا بنسميها المبدأ الاساسي الزاكي في الكون. الروح دي هي الشيء الزاكي اللي في الكون، يعني النبات والجماد والنبات والحيوانات لسه ما وصلوش لدرجة الروح. الروح دي بتبدأ من ساعة الانسان. ودي اخويا العزيز برضو اللي هو سألني دلوقتي، اعتقد ان هو هيبتدي يكتشف ايه اللي احنا بنؤمن بيه علشان يبقى مستريح شوية يعني. فالروح هي بتبدأ مع الانسان، قبل كده تبقى اسمها ايه، مبتدأ حيوي. المبتدأ الحيوي بيحيا ويكبر ويتطور وتمام التمام، لكن هو ليس لديه الوعي وليس ايه مسؤول. فكل ما يموت بيتولد، كل ما يموت بيتولد مرارا وتكرارا عن طريق الرينكارنيشن. اول ما نقول روح نقصد بيها الانسان فما فوقه، واخد بالك؟ الانسان اول ما تقول انسان يبقى ده ايه، روح. لان الروح ذكية ولها وعي ومسؤولة عنها، عن نفسها، ومسؤولة عن الاعمال اللي ايه اللي بتعملها. هي دي بقى الفرق بين الانسان وبين الايه الحيوان. فالروح هي المبدأ الذكي ومستقل عن المادة. الروح شيء، واخد بالك، والمادة شيء. والروح دي زي ما احنا قلنا يعني بتخرج او بتخرج بواسطة الله سبحانه وتعالى، الخالق الوحيد. ولا يعلم سر الروح دي الا الله سبحانه وتعالى. يعني مهما حاولنا نشرح لك الروح هي كذا هي كذا هي كذا هي كذا، مش هتقدر تعرف هي نوع من الطاقة، هي مش عارف ايه. كل ما هتحاول تعرف مش هتقدر توصل للايه، للتعريف الدقيق
او الصفة الدقيقة، او تقدر انت تحطها مثلا في ايه، في انبوبة اختبار وتختبرها او شيء زي كده ببساطة جدا، لان هي لا مادة. جميل كده، لان هي ايه، لا مادة، والوحيد اللي عنده السر الروح دي هو الله سبحانه وتعالى. عشان نتفق بس مع بعض، حتى الملائكة العلى دول ممكن يتعاملوا مع الروح بعد ما تخلق، لكن الخلق بتاعها ما يقدروش، مش ما عندهمش الفورمولا دي. ماشي. طيب الروح فردية، يعني انت ايه، شخص مستقل بذاتك، روح فردية وتسبق الجسد، يعني قبل الجسد اللي انت بتنزل عليه ده بتبقى انت موجود فين؟ فعند عالم الخالق سبحانه وتعالى، اللي هو بيخلقك الاول كروح وبعدين تنزل في داخل جسد ويعيش بعد موت الجسد. يعني الروح تسبق الجسد، بتتولد في الجسد وتفضل عايشة بعد الجسد، فالموت لا يوجد شيء اسمه موت. نقطة الانطلاق أو الأصل هي نفسها لجميع النفوس دون استثناء، كلنا سواء جماد، سواء حيوان، سواء نبات، سواء إنسان، سواء ملائكة، سواء شياطين، سواء أي مخلوق في الكون، بيبدأ بنفس نقطة الانطلاق، وهو ده يا جدعان العدل، هو ده العدل. فكلنا بنبدأ بشيء اسمه المبتدأ الحيوي، وبنبتدي في عالم الجماد، وبنتطور لعالم النبات، وبنتطور لعالم الحيوان، وبعدين نوصل بقى لدرجة الروح، وهي دي اللي احنا بنتكلم عليه بقى، اللي هو الإنسان. والإنسان لا يعود إلى حيوان مرة تانية أو جماد فسخ وراسخ وكده، دي عقائد قديمة ولا تحدث. طالما انت تتطور، بتتطور، بتنطلق للأمام، ما بترجعش لورا، واخد بالك؟ يعني وصلت لمرحلة الحيوان مش هترجع للنبات، وصلت لمرحلة الإنسان مش هترجع للحيوان مرة أخرى، واخد بالك؟ طيب فإحنا قلنا إيه، نقطة الانطلاق أو الأصل هي نفسها لجميع النفوس بدون إيه، استثناء. يتم خلقها جميعا، جميع المخلوقات بسيطة وجاهلة، يعني كلنا بنتوجد مبسطين جدا، خلية مبسطة جدا وجاهلة، لا تدري، لا وعي، ماشي، وتخضع للتقدم إلى أجل غير مسمى. يعني أنت اتخلقت من هنا أنت خالد، يعني في خلود الروح هنبقى ندرسها في نفس الإيه، المقدمة للعقيدة الروحانية دي. فأنت إيه، بتتولد، آسف كلمة تتولد دي، بتخلق بسيط جدا، الروح بتتولد، بتخلق، آسف. جميعها بسيطة وجاهلة وتخضع للتقدم إلى أجل إيه، غير مسمى. لا يوجد أحد من المخلوقات متميز وأكثر تفضيلا من الآخرين، مفيش مخلوق بيتميز عن مخلوق آخر. يعني يجي يروح ربنا خلقه كده إيه، ملاك، يبقى إيه، متميز عن الإنسان، متميز عن الحيوان، متميز، مفيش التمييز ديت. احنا كلنا بننطلق من نفس نقطة الانطلاق، ودي اختلاف يعني مش مهم. الله خلق كل الانسان، كل المخلوقات، مش كده؟ خلقها ازاي بقى؟ الديانات بتاعتنا الحتة دي غامضة، يعني بيقولوا ايه، ان خلق الانسان انسان، والحيوان حيوان، والنبات نبات، والملاك ملاك، والشيطان شيطان، ويموت ويتحاسب وانتهى الموضوع. هنا بقى بالاتصالات الروحانية اتضح لنا ان الحكاية مش بالظبط كده، في بقى تفاصيل، لكن التفاصيل دي ما تشيلش الايه، الفكرة الرئيسية، خد بالك ان الله سبحانه وتعالى هو الخالق، دي انتهى الموضوع. في بقى تفاصيل ازاي بيخلق، واخد بالك، وازاي احنا بنتطور حتى نصل الى درجة الايه، الملائكة. هي دي الاختلاف، نقدر نقول
ما بين الديانات السماوية وما بين اللي هي العقيدة الأرواحية دي. الملائكة هم الكائنات الذين وصلت إلى الكمال بعد أن مرت مثل كل المخلوقات الأخرى من قبل كل درجات الدونية. الدرجات الدونية، احنا في درجة دونية عن احنا متخلفين جدا عن الملائكة. الملائكة دول ما اتخلقوش ملائكة، وانا شرحت دي في فيديو برضو، منهم الملائكة والشياطين وهكذا. الملائكة دول زينا زيهم، اخوان زينا زيهم، اتخلقوا وتطوروا ومر بكل الصعوبات وكل الخبرات وكل التيست اللي احنا بنعدي فيه دلوقتي، وارتقوا اخلاقيا وعلميا وكل شيء، والنهارده ملائكة. حاجة بسيطة جدا يا جدعان، فكر انت لو انت خدت كل البشر دلوقتي برمتهم كده، مسيحيين ويهود ومسلمين وبوذيين و و و وداعش وكده، ويا جدعان هدخلكم كلكم الجنة، عارف ايه اللي هيحصل؟ هيحصل اللي بيحصل على كوكب الارض، هتبقى الجنة دي مجرد انت غيرت المكان، يعني حطيتهم في حديقة مثلا، وهيفضل نفس الصراع ونفس القتل ونفس الذبح ونفس فالمكان اللي الراقي ده فقط هيسكن فيه اللي يرتقي ببساطة، يعني واخد بالك؟ اللي مش عايز يرتقي هيفضل في الجحيم اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. نكمل. يعتمد تقدم الأرواح أكثر أو أقل سرعة، سرعة تقدم الروح يعني، من خلال استخدام الإرادة الحرة. الإنسان حر، عنده حرية الاختيار. مين قالك الإنسان مقيد أو مسير؟ الإنسان مخير، مخير تماما يعني. يعني أنت في إيدك تعمل الخير، في إيدك تعمل الشر، في إيدك تروح تساعد إخوانك، وفي إيدك تروح تفجر الناس، مش كده؟ يعني محدش ماسك ايدك، انت اللي ضميرك هو اللي بيسيطر عليك، وانت عندك حرية الاختيار وعارف ايه اللي هو الخير والشر. طيب، يعتمد تقدم الارواح اكثر او اقل سرعة من خلال استخدام الارادة الحرة، من خلال العمل ومن خلال حسن النية. من خلال العمل ومن خلال حسن النية، كل ما كانت نيتك كويسة وبتشتغل وبتعمل الخير، هو ده المهم جدا، وهتبتدي تتقدم من خلال العمل ده. الحياة الروحية فوق هي الحياة الطبيعية. الحياة بتاعتنا، خد بالك، هي الحياة الروحانية اللي فوق، اللي في عالم الأرواح. الحياة الجسدية اللي احنا فيها دلوقتي هي مرحلة مؤقتة من حياة الروح، وجزء مؤقت جدا، جزء بسيط جدا من حياة الروح، والتي تلبس غلافا ماديا وتتخلى عنه في لحظة الموت. شوف الجسد بتاعنا ده بيسمى ايه؟ غلاف. يعني احنا بنلبس غلاف، بنلبس بالطو، ولذلك هما بيقولوا عليه تقمص، يعني بيلبس ايه؟ قميص، ويقلع القميص، واخد بالك؟ ولذلك بيسموه تقمص، مع ان كلمة خاطئة. يعني هو احنا ايه بنعمل؟ ايه اعادة ميلاد، المفروض ان احنا نسميها اعادة ميلاد، لا تناسخ ولا تقمص، لان الكلام ده بيدي لك ايه؟ بتفتكر انت النسخ اللي بالكربون، او بتحسب ان واحد بيتقمص واحد، يعني روح بتلبس واحد وكده يعني، فهي اعادة ميلاد لنفس الروح يعني، وتتخلى عنه، والتي تلبس غلافا ماديا وتتخلى عنه لحظة ايه؟ الموت. تتقدم الروح في كلتا الحالتين، الجسدية والروحانية. خد بالك وانت في الجسد هنا، يعني شوف التقدم ده هو تقدم مستمر. حتى لو انت النهارده مثلا فعلت اشياء عن جهل، يعني كان اخونا برضو اللي كان متحمس عليا ده بيقول لي طب ومصير هتلر وبتاع،
هتلر طبعا هيخش في مكان غبي جدا، وللأسف الشديد يعني كل الأرواح اللي هو قتلها دي هتهجم عليه وهيستعبد وهيعيش في أماكن كده، يعني هو غلبان، يعني لو أنت تشوفه هيتقطع قلبك، يعني هيتقرف كتير جدا، لكن في يوم من الأيام هينقذ برضه، يعني مفيش عقاب أبدي. فلما يجي ينقذ ويروح بقى عالم الأرواح هيبتدوا يفهموه، وهو هيشوف أخطائه وهيراجع وهيندم وهيعيط، وهيعيط بقاله 200 سنة، هيعيط 200 سنة على الأقل على بال ما ينقذ يعني. فلما يجي يوصل لعملية الإنقاذ ديت بيفهموه، لكن هو لازم يرجع هنا ويدفع يا جميل. واخد بالك؟ يعني مفيش حاجة مجانا، هو هيرجع ويدفع اللي هو عمله، ماشي؟ عشان تبقى في هو يعني ما فهمش هنا في الدنيا، بيفهموه في بعد ما يموت، يعني بعد ما ينقذ، لكن بيجبروه على عملية الإنكارني، إن هو يرجع تاني ياخد جسد جديد ويتولد بقى في مكان يكون فيه مشاكل، يعني ناس بتقتل ناس، حاجة زي كده، بيبقى معرض للقتل هناك، لأنه هو يا راجل إيه، سبب كل المشاكل اللي دي. فأي واحد بيعمل شر تأكد إن هو يشوف الشر اللي عمله يعني، واللي بيعمل خير هيشوف الخير اللي أنت بتزرعه هتاخده يعني. ففي تطور إيه؟ تتقدم الروح في كلتا الحالتين، الجسدية والروحانية. الحالة الجسدية اللي هي الجسد اللي احنا فيه ده ضرورية للروح حتى تبلغ درجة معينة من الكمال. يعني الحالة الجسد دي احنا بنفضل نتخذ جسد 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 لحد ما نرتقي نحو الكمال. يعني طالما انت مغلول في نفسك ومقروف ومتغاظ وعندك كره وعندك كبرياء وعندك كل العيوب اللي احنا فيها دي الإنسانية، طالما انت مش هتتخلى عنها يبقى انت محتاج جسد تاني ومحتاج تعاني تاني ومحتاج تنزل تاني. لو عايز ترتقي بقى ابتدي انت ايه تخلى عن العيوب اللي احنا بنرتكبها دي. كل ما انت بتتخلى عن العيوب دي وتتخلى عن الكبرياء وتتخلى عن الجشع وتتخلى عن الأنانية وتتخلى عن حب الذات و و و و فهتلاقي نفسك ايه بترتقي واحدة واحدة كده، ومش محتاج بقى تيجي في الجسد التقيل داون، ممكن تيجي في جسد أخف تعيش في عوالم سعيدة زي ما احنا هنشوف بعد كده يعني. عندئذٍ بعد ما تصل إلى درجة إلى أحد درجات الكمال دي، عندئذٍ يتم ارتقائها خطوة عن طريق العمل التي يتم إخضاعها له لتلبية احتياجاتها الخاصة. يعني احنا محتاجين العمل ده، يعني بيفرض علينا العمل ده، واخد بالك؟ فاحنا بنشتغل وبنتعب وبنشقى، واخد بالك، عشان نتقدم خطوة واحدة يعني. ويكتسب معرفة عملية، يعني عملية خاصة. ليه بقى؟ انت هنا بتاخد بقى ايه درس عملي، يعني بتحس بقى على في جسدك في عقلك، بتاخد اشياء عملية حتى عن طريق الدراسة، بتبقى مهندس، تبقى دكتور، بتبقى كده، بتبقى كده. ده مهم جدا. بتاخد خبرات كذكر، تاخد خبرات كأنثى. مش فاكر راح تتولد ذكر الى الابد يعني. ولذلك بتحصل عملية المثلية الجنسية، هنقول لك عليها برضو ليه بتتم العملية دي. ساعات ناس بتتولد مخنثين، لان هو نقولها لك على السريع برضو، ان هو اتعود ان هو يتولد راجل 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 لمدة 50 مرة، وبعدين لأول مرة بيتولد كست يعني. فبيبقى هو مسترجل. ليه؟ لان هو يعني بتبقى الست جسد ست، لكن هو حاسس انه راجل. والعكس صحيح، لو واحدة اتولدت 50 مرة ست وبعدين المرة دي اتولدت راجل، بتحس ان هي ست لسه، واخد بالك؟ دي مشكلة يعني عندنا في الأديان بتاعتنا ما بتقبلش الكلام ده. لكن عن طريق التحليل النفسي وكده
ساعات بيتعرف السبب ده وبنساعد الشخص انه يقبل الجسد الجديد عشان يتطور. ولذلك نجد نرجع دي يكتسب معرفة عملية خاصة. ولذلك نجد عدم كفاية وجود مادي واحد أو حياة واحدة فقط للحصول على درجات الكمال. ولذلك هتلاقي حياة واحدة لا تكفي، يعني لو أنت اتولدت هنا مرة واحدة بس غير كافي إن أنت تتقدم تكتسب كل الخبرات. عايز أنوه على حاجة صغيرة جدا، الكلام اللي أنا بنقراه ده أنا اللي مترجمه. بما إن أنا مش أديب هتلاقي يمكن الجمل مش هاية كده، مش موزونة أوي، فيمكن في بعدين نستعين بكاتب انا بتكلم معاه عشان يساعدني في عملية الايه تنسيق العبارات دي. ماشي، طيب هنكمل بقى. يتخذ جسدا جديدا عدة مرات حسب الضرورة، وعلى حسب التقدم الذي احرزه خلال فترة الحياة المادية. فكل مرة انت بتتاخد جسد جديد وتنزل، تتخذ جسد جديد وتنزل، يعني طلعت لعالم الارواح بتفضل بقى في جزء. لو انت راجل خير اطمن اطمن، هتروح للبعد الخامس ومرتاح واوتيل 5 نجوم وهتلاقي نفسك مبسوط جدا هناك. ولو انت مت من مرض معين او سرطان وكده فبيتم علاجك هناك، او غير سرطان واحد او اتولدت اعمى مثلا بتلاقي نفسك بقيت مفتح وشايف كل شيء، اخرس، هتتكلم، اطرش، هتسمع، يعني الحاجات المعوقات دي بتنتهي في عالم الارواح، واخد بالك؟ وبعدين بتستعد، بتقعد هناك فترة كبيرة يعني بتستعد فيها وبتنزل تاني كوكب الارض لانك لسه ايه ما ارتقتش كفاية، خد بالك؟ فانت محتاج تنزل تاني ليه؟ علشان لسه انت تتعلم اكتر وكده يعني. وكل مرة هننزل هنلاقي كوكب الارض احسن يعني، وخاصة لو احنا اشتغلنا مع بعض خلينا كوكبنا ده احسن واكثر امان ومفيش الحروب والحاجات دي. فلما نيجي نرجع احنا هنرجع في كوكب امن يعني، واخد بالك؟ لكن لو احنا سيبنا بقى حروب وقرف وكده فبيرجع على دماغنا احنا برضو، واخد بالك يا عم ترامب؟ اسمع، يتخذ جسدا جديدا عدة مرات حسب الضرورة وعلى حسب التقدم الذي احرزه خلال فترة الحياة المادية، وكل مرة يعود او يتجسد بنفس مقدار التقدم الذي احرزه. يعني احنا لا نفقد التقدم، كل ما انت يعني التقدم ده انت بتجمع الخبرات السابقة بتجمعها على الخبرات الايه الحالية، او يتجسد بنفس مقدار التقدم الذي احرزه في الحياة المادية والحياة الروحانية. احنا بنحقق تقدم ايضا هناك، وايضا بنجمع التقدمات دي على بعض. وعندما تصل الروح الى كل ما يمكن وصوله اليه في عالم معين، يعني تخيل المنظر، ايه اكثر شيء من التقدم ان احنا ممكن على وجه الارض حاليا، قمة الاخلاق وقمة العلم وقمة مش عارف ايه، وصلت انت للدي، يروح بقى منقول يا حاج لمدرسة ايه اعدادية، تروح رايح لكوكب بقى كل الناس هناك متقدمين، كل الناس خيرين، كل الناس محبين، لان هم اتضربوا على دماغهم كتير لحد ما ايه ابتدوا يتقدموا يعني. وعندما تصل الروح إلى كل ما يمكنك الوصول إليه في عالم معين، عالم معين يعني أرض معينة، كوكب معين، تتركه للذهاب إلى عالم آخر أكثر تقدما فكريا وأخلاقيا، وفي كل منها أكثر ابتعادا عن المواد وهلم جرا. كل مرة تلاقيك أنت إيه أخف، تلاقيك أنت بتبعد عن المادة وتقترب من الايه من العالم الملائكي نحو الكمال. يعني احنا كلنا بنجري بقى ايه نحو ايه الكمال، يبقى عندنا
كل الصفات الحسنة، وما فيش الصفات الايه السيئة والشريرة يعني، وهو يتطور لمخلوقات أرقى دائما. دايما انت بترتقي الى مخلوقات أرقى دائما. فهي دي القصة يا جدعان، يعني كلنا بننطلق من نفس المركز، نقطة الانطلاق. يعني الله سبحانه وتعالى بيخلق الروح دي، وبتبقى هي مبتدأ حيوي جاهل وبسيط جدا، وبتبدأ كلنا في عالم المعادن، وانا قلت الكلام ده قبل كده، وبعدين بتنتقل الى عالم النباتات، وعن طريق الرينكارنيشن توصل لعالم الحيوانات، وبعدين بتتعمل عليها عمليات ضخمة جدا وتوسيع مخ، وبتتعمل عليها عملية زرع وعي وذكاء، لأن الإنسان بيختلف جدا جدا عن الحيوان، وتبتدي أول رحلة ليها اللي هي رحلة الإيه الإنسان، وبيبقى شبه حيوان، بتلاقيه هو عايز يعتدي على غيره، وعايز يفترس، وعايز ياخد أموال الآخرين. فخد بالك احنا كوكب متخلف، احنا كوكب متخلف، يعني احنا لسه طالعين من الانسان البدائي، وما زلنا فينا الاحساس البدائي، لقينا معظمنا بدائيين. طبعا في عوالم هنا على وجه الارض عمالة تتقدم، واحنا ايه لسه في النزاع وفي الانانية وفي الحروب زي ما انا قلت سابقا يعني. فهي تعتمد علينا يا جميل. اسمع اللي جاية دي بقى، حالة الأرواح، حالة الأرواح، الأرواح إحنا كلنا أرواح، ما تفتكرش أنا روح داخل جسد يعني، أو إيه، أنا موجود في غلاف، الجسد ده غلاف بالنسبة لي، لكن أنا روح وأنت روح، واخد بالك؟ حالة الأرواح تكون سعيدة ومريحة، هو نتيجة للتقدم الأخلاقي. اتمنى اكون ايه رديت على اخويا حبيبي طبعا اللي كان منفعل عليا برضو، ده ان ده حسب التقدم بتاعك. بس انا مسلم، انا مسيح، انا يهودي، انا بوذي، مش مشكلتنا دي يعني. شوف احنا ازاي بنتخانق على الديانات وهي لا تفرق، ومحدش عايز يصدقني في الموضوع ده، عايز يعني لازم اعترف بدين معين بكتاب معين، كل يا عم الحاج اعترف لك بيهم كلهم ماشي كده، بالرغم ان هم كلهم متناقضين، لكن اعترف لك بيهم، لان الطريقه بتاعتك ان انت تؤمن بالله، تؤمن بالروح، تؤمن ان الروح موجوده بعد الموت، وبتعبد الله سبحانه وتعالى، بتصلي بطريقه الف ولا ب ولا ت، ما تفرقش، شغله. ايه اللي يفرق بينك وبين المسيح وبين اليهودي وبين البوذي وبين ده؟ الكل بيتبارى للوصول لله سبحانه وتعالى. احنا بقى بجهلنا عايزين، لا لازم يبقى الاسلام والباقي غلط، لازم يبقى اليهودية والباقي غلط، وده تفكير اناني، تفكير بتاعنا تفكير اناني، انا عايز انقذ والباقي يروح في ورا الشمس، واخد بالك؟ حالة الارواح تكون سعيدة ومريحة هي نتيجة التقدم الاخلاقي، او العكس، او العكس ما يبقاش لا سعيد ولا ايه ولا مريح، فتجد العقاب الذي يعانونه هو نتيجة الاصرار، نتيجة للاصرار على فعل الشر. احنا بنصر على فعل الشر، الهوا ابتدى ايه يشد هنا في فمن خلال المثابرة في الشر، يعني الواحد بيصمم، بيثابر، بيصمم على الشر، فإنهم يعاقبون أنفسهم، يعني مش ربنا اللي بيعاقب، إحنا اللي بنعاقب نفسنا. ليه؟ لأننا مصرين على الشر. شفت بقى، فاكر أنت كنت بتسألني على هتلر؟ طالما إن هو هيصمم على الشر، حتى لو هو اتولد تاني هنا ورجع تاني عمل جرائم تانية، هيتعاقب تاني وتالت وعاشر لحد ما يفهم، واخد بالك؟ فمن خلال المثابرة في الشر فإنهم يعاقبون أنفسهم. لكن باب التوبة لا يغلق أبدا، ممكن أي واحد يتوب، ويمكنكم، طالما
ويمكنهم طالما انهم يريدون العودة الى طريق الخير. اي واحد ممكن يرجع لطريق الخير، حتى لو كان هتلر اللي انت مش عاجبك ده. شوف ازاي، حتى لو كان هتلر اللي مش عاجبك هيجي في يوم هيرجع للخير، لان الخير احسن له. خد بالك، تتاح لهم الفرص والوقت اللازم لإحراز كل التقدم المنشود. شوف بقى ازاي هتتاح له الفرصة والوقت اللي هو عايزه وعدد المرات اللي هينزل يتجسد فيها ويتولد ويرجع ويتولد ويرجع ويتولد ويرجع لحد يعني ايه ما يبقى تمام ويتقدم ويبقى إيه؟ ويمكن يتقدم احسن مننا، اسرع مننا. يمكن كل البلاوي اللي عملها والمعاناة اللي هو عاناها في عالم الأرواح في البعد الرابع ده والرهيب، يمكن تخليه يبقى عنده أحسن مننا، أحسن من اللي هو مثلا ما عملش الذنوب دي كلها. خد بالك، هنرجع بقى للأسئلة اللي مثلا الديانات بتاعتنا ما جاوبتش عليها. هترجع انت تقول لي تاني لا بس لازم ده عن طريق الدين الاسلامي والقرآن، ولو ما كانش الناس دي هتروح في داهية. يا عم الحاج، دي انا بقولها لك مرة تانية، الدين الاسلامي بيوصل الى الله سبحانه وتعالى، والدين المسيحي يوصل الى الله سبحانه وتعالى، والدين اليهودي يوصل الى الله سبحانه وتعالى، البوذي العلوي الدرزي الزيدي شهود يهوه اللي انت عايزه، الكل هيوصل. ربنا مش هيسيب حد كده لحال سبيله، مجرد وقت، والوقت عند ربنا كبير. خلود خلود. فنيجي بقى للأسئلة اللي الديانات حبايبنا الديانات بتاعتنا يعني المسيحية والإسلام واليهودية مش مهم الترتيب برضه، ما جاوبتلاش عليها. حكاية الأطفال دي، الأطفال مثلا بيموتوا بدري دول بيتعاقبوا ولا بيبقوا في سعادة؟ طب بيبقوا أحسن مننا؟ طب يا ريت أنا كنت موت وأنا عيل صغير كان أحسن لي. يعني الأطفال الذين يموتون في سن مبكرة يمكن أن يكونوا أرواحا أكثر أو أقل تقدما، لأن إحنا بنشوف الطفل بيتولد يقول لك عين عيل صغير، لكن انت ما تعرفش ممكن يكون اكبر منك، ممكن يكون الراجل ده وان جه هنا من الاف السنين، يمكن يكون هو سقراط مثلا ولا كده، وراجل عالم وفاكر وبتاع، وبس جاي هنا في مهمة قصيرة كده ويرجع، وممكن هو يكون او متقدم جدا. يعني معظم الاطفال، خد بالك قبل بنوت الاطفال دي العالم ده مش بتاعهم، هم لا ينتموا الى هنا، بيبقى هم ناس متقدمين وبيروحوا بقى يعملوا الانكارني بتاعهم لعوالم تانية. طب ليه نزل هنا؟ عشان كان فاضل حتة كده يدفعها. فينزل يدفع ويمشي، لكن هو مش لازم يعاني هنا، لان هنا ده كوكب اللي معانا ده وكوكب معانا ياوي، متفكر انت هنا بتتفسح؟ مفيش فسحة. جميل، أنا في شغل وفي عمل وتشتغل عشان تتقدم، يعني ماشي الحال، مفيش لعب عيال هنا. الأطفال الذين يموتون في سن مبكرة يمكن أن يكونوا أرواحا أكثر تقدما أو أقل تقدما، لأن لديهم بالفعل حيوات سابقة، عندهم عاشوا قبل كده، وفيها ممكن ان يكونوا فعلوا الخير في الحيوات السابقة دي او ارتكبوا الشر. ما تعرفش الشخص اللي مولود ده مش اول مرة له. الموت لن يطلق سراحه، مش معناه ان هو بقى مات يبقى خلاص، ولن يعفيهم من الاختبارات التي من المفروض ان يتعرضوا لها، زي حالتنا كده، الكل زي بعض، الكل زي بعض، وفي الوقت المناسب يعودون، وفي الوقت المناسب يرجعوا يعني إلى وجود جديد على الأرض. الوجود الجديد يعني حياة جديدة، الوجود الجديد على الأرض أو في عوالم أعلى. لو هم ناس مرتقيين بيروحوا لكوكب متقدم جدا عننا في راحة بقى كبيرة، لأن الناس اللي بتروح هناك ناس متقدمة،
علميا واخلاقيا، بيتمتعوا بالعلم هناك، عندهم علوم اكتر مننا بكتير، وعندهم ايضا الاخلاق اكتر مننا بكتير. فمحدش هينصب عليك، محدش هياكل حقك، محدش هيحاربك، مفيش الكلام ده. الكل هيعيش مع بعض في سلام طبعا، او في عوالم اعلى وفقا لدرجة الرقي التي قد وصلوا اليها باعمالهم. ده الاطفال، شوف الديانات بتاعتنا محلتهاش. قال لك لا، العيال يروحوا الجنة ويبقوا زي العصافير. ليه؟ لانه فاكر ان ايه، الطفل ده اول مرة على وجه الارض وانتهى، يعني هو عايش الثلاث اربع شهور دول ومات، ولا عارف ايه هي الحياة، ولا اتجوز، ولا خلف، ولا مر بالمعاناة اللي احنا مرينا بيها، حتى بالسعادة اللي احنا مرينا بيها، واخد بالك؟ ومات. طب ومصيره ده ايه؟ فالديانات بتقول لك لا، ده في الجنة، ده يعني هو كسب الجنة احسن مننا برضو، احنا عانينا ونخش النار برضو. ارواح الحمقى والاخبياء، فاكر الناس الهبلة دي؟ فاكر ان احنا في الديانات بنقول ايه، يا بختهم، يا ريتني انا كنت مجنون بقى ولا اهبل، كان كنت او انقذت. يعني ارواح الحمقى والاغبياء هم من نفس طبيعة ومستوى اي شخص زينا زيهم بالظبط كده برضه، هم مش اول مرة على ايه، على كوكب الارض يا جميل. هم من نفس طبيعة ومستوى اي شخص اخر لديكم، وفي الكثير من الاحيان تجدهم كانوا يتمتعون بذكاء عظيم. يعني الناس اللي انت شايفها هبلة دي، ممكن في الحياة السابقة كان عندهم ذكاء عظيم، كانوا علماء مثلا، وفي هذه المرة يعانوا من نقص في ذكائه. لازم ينقص الذكاء بتاعه لحكمة، لأنه يتعين عليهم أن يتفاعلوا في علاقة مع رفاقهم في الوجود، مع رفاقهم في الوجود. اللي بيحصل بقى إن إحنا عندنا علاقات إنسانية، دي اسمها أسرة أرضية وأسرة روحانية، وفي الأصدقاء وفي المعارف وولاد العم وولاد الخال. فإحنا لنا إيه، نوع من الإيه، العلاقات اللي زي ما تكون إيه، نتورك بتاعنا كده، أو الشجرة بتاعتنا. فالناس دي إحنا عندنا معاها علاقات، وساعات إحنا نعلو عليهم جدا، بتلاقينا إحنا عندنا نسبة من الذكاء ومن العلم، ونبتدي إحنا إيه، نقل من شأنهم، واخد بالك؟ نعامله بطريقة امشي انت يا عيل، انت مش فاهم حاجة، انت حمار، امشي. ليه؟ لان انت ذكي بقى وفاهم كل حاجة ودارس ودكتور وبتاع، فانت بتبتدي ايه، دي تعمل العملية الهوميليشن ديت، مش فاكر الاسم بالعربي، يعني بتمرمط بالناس دي الارض، بتشتمه وبتهزقه. ايوه بتهزقه، بتهزق الناس دي، بتسخر منها، واخد بالك؟ ويمكن الناس دي هم خير منه. فاكر في القرآن في آية زي كده برضو، عشان يسخروا قوم من قوم. بس مش عايز انا اربط حاجة بالقرآن عشان ما ايه، ما ندخلش نفسنا في متاهات. فبتلاقي ان الناس دي كانوا احسن منك، واخد بالك؟ يعني واحد ذكي جدا جدا، وكان موجود على وجه الارض، وكان بايه، بيسخر من الناس، كان بيتريق عليهم، كان بيشتمهم، واخد بالك؟ لان هو راقي وتمام، هو لازم يرجع ويبقى اقل منهم ذكاء. شوف الحكمة بقى، عشان يتعلم برضه، عشان ايه، يتعلم. فتلاقيه اتولد هنا اطراش، تلاقيه اتولد هنا عنده شوية هبالة الحكايات دي، لكن هو ذكي، ما تخافش. يعني أول ما يرجع للتاني لعالم الأرواح هيتردله ذكائه تاني، لكن المرة دي علشان هو يتعلم إن هو كان بيسخر من الناس دي، كان إيه، بيوريها الويل، يعني بيشتم الآخرين، بيسميهم حمير، أغبياء وكده. فلازم ينزل هو عنده النوع من الغباء ده، علشان إيه، يدفع اللي عليه، يدفع الفاتورة يعني.
أرواح الحمقى والأغبياء هم في نفس الوقت في نفس طبيعة ومستوى أي شخص لديكم، وفي الكثير من الأحيان تجدهم كانوا يتمتعون بذكاء عظيم، وفي هذه المرة يعانون من نقص في ذكائهم لحكمة، لأنه يتعين عليهم بأن يتفاعلوا في علاقة مع رفاقهم في الوجود. فمثلا الخرس يعانون من عدم التحدث، ذلك لأنهم أساءوا استعمال ذكائهم في حياة ماضية، وقد قبلوا تواعية وضع العجز لاستخدامها. هم اللي قبلوا ان يتوضع له العجز ده، مش هيقدر يستخدم ذكائه المرة دي من اجل التكفير عن الشر الذين ارتكبوه، الخ. فهو قاعد فكر الناس اللي هي الهبلة دي، ده اهبل، ده بتاع، او تفكر ده اهبل هيروح الجنة والذكي هيروح النار وكده. يعني ده مجرد ان هو هيدفع عليه. يعني دايما اللي انت بتشوفه عقاب دون احنا اللي بنوقع نفسنا فيه. طيب الأرواحية بقى، اللي هي اللي احنا بندرسها دي، العقيدة الروحانية الأرواحية، هي في نفس الوقت فلسفة وعلم ودين. فلسفة وعلم ودين. هي عقيدة الحب، ان انت بتحب كل خلق الله سبحانه وتعالى. انت ما عندكش اعداء، ما بتكرهش حد، ما عندكش حكاية الكره دي. هي عقيدة الحب والتي تجيب كل الاسئلة، ودي مهمة جدا. المعرفة الارواحية بتفتح النظر، بتفتح عينيه شاملة، بتخليك عندك، بتقدر تشوف الشيء بانوراما، بدل ما انت شايف في علبة معينة. يعني بتشوف انت كل جين بيقول ان هو الجين الصح والباقي. في الارواحية دي فتحت عيني انا شخصيا. دلوقتي انا فاهم ان المسلم هيخش الجنة والمسيحي هيخش الجنة، لو في جنة يعني، لكن هم يروحوا لعوالم سعيدة، لكن لازم يشتغلوا، لازم يتعبوا، لازم يتقدموا، لازم يرتقوا علميا والاخلاقيا عشان ينتقلوا الى العالم السعيد، خد بالك، وينتقلوا الى ملائكة. فالكل هيروح. ولذلك لما بيسألوني عن الجين بقول لهم يا جدعان مش مهم، فمحدش مصدقني. يعني هم عايزيني لازم اؤمن بدين واحد، وخاصة الاسلام، يعني المسلمين. هل ده اسمه مصطفى؟ لازم يبقى مسلم. ما ده هو ده الاسلام، هو القرآن والباقي في 60 داهية. انا ما بؤمنش بحكاية الباقي في 60 داهية دي، واخد بالك. انا كنت كنت على وشك ان انا اتخلى عن الدين علشان حكاية الانانية دي. طب واشمعنى المسيحي يخش النار يعني؟ طب واشمعنى اليهودي؟ طب واشمعنى البوذي؟ طب اشمعنى الشيخ؟ طب اخش معاهم وخلص نفسي بقى، طالما ان العملية انانية. مش عايز انا انانية. فهو جات مفيش انانية، كل الارواح بتكلمنا مفيش حاجة اسمها انانية. الله سبحانه وتعالى اله كل المخلوقات. وعشان ما تفكرش آدم، هتبقى هتشوف كمان شوية الأكوان دي مليانة مخلوقات، مليانة بشر زينا، مش فقط على وجه الأرض. هل آدم بقى عدى على كل مجرة؟ فكر أنت، ربنا بيخلق في كل مكان، ما اقتصرش على حتة البيضة اللي احنا قاعدين عليها دي. الأرواحية هي في نفس الوقت فلسفة وعلم ودين، عقيدة الحب والتي تجيب على كل الأسئلة. المعرفة الأرواحية تفتح نظرك. أنا ترجمته غلط كده عين، يعني بتفتح وجهة نظرك بطريقة شاملة كده، شاملة وعقلية للحياة، وتشرحها، بتشرح الحياة بطريقة مقنعة، وتتيح لنا أن نبدأ في تحول وتغير داخلي للأفضل. والنقطة دي أهم حاجة أنا شفتها في العقيدة الروحانية دي، وحبيتها جدا جدا، لأن محدش بيجي يقول لك إيه، اسرق ما تسرقش، اعمل ما تعملش. ده أنت اللي بتغوص داخل أعماق نفسك. لو أنت بعد ما أنت بتفهم بقى،
عشان تتطور إلى مكان كويس، علشان أعيش على كوكب أحسن في المستقبل، أنا لازم أحسن نفسي. فأنت اللي بتغوص داخل نفسك، بتشوف إيه العيوب اللي عندك، وأنت اللي بتتخلى عن العيوب دي. واخد بالك؟ هل أنت بتعمل شر؟ هل أنت حاقد على حد؟ هل أنت أي حاجة من يعني إحنا بشر، إحنا كلنا أخطاء وكلنا حاجات مش كويسة داخلنا، فإحنا لازم نغوص داخلنا. محدش بقى يجي قسيس أو شيخ أو بتاع، اعمل كذا ما تعملش كذا، كل ده ما تاكلش ده، نام هنا ما تنامش هنا. فأنت اللي داخلك كده بتعمل الإيه، عملية التقدم ديت، بتتخلى عن العيوب وبتحط بدالها إيه، مميزات. فاضل بس ايه، شوية صغيرين نكمل السطرين دول وبعدين نعمل حلقة تانية عشان قربنا على الساعة اهو. تفتح النظر شاملة وعقلية تشرحها بطريقة مقنعة، وتتيح لنا ان نبدأ في تحول وتغيير داخلي، تغيير داخلي للأفضل. هتلاقي انت رقيب نفسك. يعني اقول لك يا جدعان، انا كنت زمان مثلا لو انا اديت لمحل مثلا 10 جنيه والراجل اداني الباقي ال20 جنيه، كنت اخدهم وامشي. يعني مثلا انا اشتريت حاجه ب7 جنيه، بدل ما يديني 3 جنيه اداني 13. فالنهارده يعني وقع في ايدي 2000 ريال ورديتهم للراجل، لان الضمير ابتدى اللي بيحكمني ضميري. فلقيت ان الموضوع ده غلط، طب ليه اخد فلوس مش فلوسي؟ حاجات صغيرة احنا بنعملها، زي مثلا انت تروح تشتري برتقانة وبلح وتلاقي ايدك بتمد، بتاخد بلحية تاكلها بلحية تانية تاكلها، انت ما اشتريتهاش لسه، طب اشتري وبعدين كل. خد بالك؟ والا انت ايه، بتعتدي على ممتلكات الراجل وبتخسره في النهاية. لو كل واحد ياكله 3 4 بلحات بيخسر كيلو، 2 كيلو، 3 كيلو، ممكن ياخد فلوس دي لولاده يعني. فدي اللي بتخليك انت اللي ايه، بتعمل الحساب الداخلي دي مع نفسك انت، مش الدين اللي بيجي يعلمك. انت اللي بتخش داخل نفسك وبتعمل الايه، الفرمطة دي، زي برنامج الكمبيوتر كده. فبتقعد انت تفرمط بقى عقلك، وبتفرمط ايه، بتفرمط الداخل بتاعك، بتروق شعورك نحو البشرية والكره اللي عندكم ده. يعني انا بشوف ازاي المسلم مقروف قوي من المسيحي، والمسيحي مقروف من المسلم، المسلم من اليهود. هتلاقي نفسك انت من الداخل كده بتنظف ده، بتسيق جسمك بتنضفه يا جدع، بتحط شوية ازازة فينيك كده. ليه يا جدعان؟ ليه احنا ما نحبش بعض يعني؟ فلسفة، يعني احنا قلنا ايه هي، ايه هي؟ فلسفة وعلم ودين. هي عقيدة الحب والتي تجيب على كل الأسئلة، والمعرفة الروحانية بتفتح إيه نظرنا، وبنقدر نشوف إخواننا. هما مجرد اتولدوا هناك، مش هو يهودي عشان عايز يبقى يهودي، ومسيحي عايز يبقى مسيحي، ومسلم عايز يبقى مسلم، أو مفيش اختيار، هو اتولد في المجتمع ده. فأنت لما بتبتدي تتفهم دي وتفهم إن الله سبحانه وتعالى بيحب الجميع وبيعامل الجميع على نفس المستوى، بتخش انت مع نفس الهارمونية، بتلاقيك نفسك بتحب الايه، الناس ايضا يعني. فلسفة ليه؟ لانها تعطي مفهوم الحياة، بتفهمك ايه الحياة، بالاجابة على اسئلة مثل من اين اتيت، فاكر السؤال ده، ماذا افعل في هذا العالم، اين اذهب بعد الموت. كل عقيدة تعطي مفهوم للحياة، فهم خاص للعالم، هي فلسفة. واخد بالك؟ ودي بقى الجزء الفلسفي اللي احنا بندرسه في العقيدة بتاعتنا، وبتجاوبك على أسئلة، أسئلة اللي احنا بنقول عليها أسئلة كونية، أسئلة وجودية. منين أنا جيت؟ إلى أين أذهب بعد الموت؟ ماذا أفعل في هذا العالم؟ علم. العقيدة الأرواحية علم. ليه؟ لأنها تدرس على ضوء العقل وفي إطار حيثيات علمية. الظواهر الوسطائية اللي هي الوساطة، الناس اللي بتتوسط بين عالم الإنسان وعالم الأرواح،
هي ظواهر تحدث عن طريق الأرواح والتي لا تتعدى حقائق طبيعية. احنا لسه لم نرتقي، عارف احنا لما نيجي نرتقي في كوكب الأرض بعد شوية من السنين هيبقى عندنا أجهزة نتكلم بيها، هنتكلم ناس زي ما بنتكلم في الموبايلات، هنكلم عالم الأرواح عادي، وده مش بعيد جدا. يعني ابتدوا عندهم دلوقتي أجهزة كتيرة جدا بتقيس وجود الروح، بتعمل اتصالات. اكتب انت لو تفهم انجليزي، اكتب على اليوتيوب كده ترانس كوميونيكيشن، في النهارده كوميونيكيشن اتصالات عن طريق الآلات، وفي تسجيلات وفي حاجات، لكن اللي هي لسه يعني بسيطة جدا، لسه ما وصلناش للدرجات الكبيرة دي، لكن في ناس علماء شغالة على الموضوع ده. انا اعتقد كمان يمكن ما نعديش كمان 10 20 سنة هتلاقينا احنا الو عامل ايه يا عم الحاج؟ كلم ابويا في الكوكب اللي هو فيه، ما تخافش يعني. علم لانها تدرس على ضوء العقل في اطار حيثيات علمية. الظواهر الوسطائية هي ظواهر تحدث عن طريق الارواح والتي لا تتعدى حقائق طبيعية. كل الظواهر مهما كانت غريبة لها شرح علمي. لا يوجد ما فوق الطبيعة، ما وراء الطبيعة، او معجزات في الارواحية. احنا ما عندناش حاجة اسمها معجزات، كل شيء طبيعي، لان العالم ما هوش العالم المادي، في عالم مادي وفي عالم روحاني. فالحاجات اللي بتحصل اللي انت بتحسبها ان هي معجزات وظهورات مش عارف ايه، دي حاجات طبيعية جدا، بس احنا لسه ما عندناش التكنولوجية عشان نقدر نعرفها ايه على المفتوح. فاضل جملتين اتنين ونخلص الحلقة دي. ديانة، ليه بقى ان هي بنقول عليها ان هي دين ايضا؟ لان هدفها التحول والارتقاء الاخلاقي للانسان. لاحظ ان كل دين، وانت ادرس دينك اللي انت فيه، لازم هو يساعدك على الارتقاء الاخلاقي. هو ده، ان انت بتتجه الى مكارم الاخلاق، ان انت بتكون راجل خير، واخد بالك؟ مش مهم الدين، زي ما بنكرر الكلمة دي، الديانة لأن هدفها التحول والارتقاء الأخلاقي للإنسان. هنا بقى إحنا بنتبع تعليمات السيد المسيح، واخد بالك؟ لكن المسيحيين لا يعتبرون مسيحيين. ليه؟ لأن إحنا لا نعتقد إن المسيح هو الله، أو هو ابن الله الوحيد، وان هو مات على بالدم، وكل اللي هي في العقيدة المسيحية دي احنا لا نؤمن بيها. اذا احنا ايه اللي بنؤمن بيه؟ التعليمات، الكلام بتاع السيد المسيح، زي الذهب، احبوا اعدائكم، خد بالك، باركوا لعينيكم. فهي دي الاشياء اللي احنا بندرسها. وفي كتاب خاص اسمه الانجيل حسب الارواحية، اللي هو اتملى واتشرح عن طريق الارواح برضو، بيختلف عن الاناجيل اللي انتوا بتعرفوها دي، متى ويوحنا وكده. دي فيها فقط مقولات اللي ايه السيد المسيح، بدون بقى ايه ان هو الله وان هو غسل بدمه وكده. دي حاجات برضو ما نعترضش عليها، ربنا يديلهم الصحة يعني. طيب، عن طريق ممارسة واحياء تعليمات السيد المسيح في تعبيراتها الحقيقية وبساطتها. يعني السيد المسيح ادى تعليمات ببساطة جدا، مثلا احب الله فوق كل شيء، واحب لأخيك الانسان ما تحب لنفسك. دي اسمها قاعدة ذهبية. لو انت طبقت القاعدة دي سواء مسلم او مسيحي او يهودي او غيره، انتهى الموضوع. هتلاقيك نفسك بتعيش في محبة، وتلاقي نفسك في محبة مع الله سبحانه وتعالى. في تعبيراتها الحقيقية، تعليمات السيد المسيح في تعبيراتها الحقيقية وبساطتها ونقاء وحب. لا، لاحظ انت حياة السيد المسيح اللي هم 3 سنين اللي هو اشتغل فيهم دول، بشر فيهم، فقط للخير. يعني عمره ما قاد حروب، عمره ما قتل حد، عمره ما، ودايما هو بينشر ايه؟ عقيدة الحب وحب الله سبحانه وتعالى وفعل الخير وخدمة الناس، واخد بالك، والعلاج الروحاني، في حاجات كتيرة. فاحنا اكتسبنا
من السيد المسيح العقيدة التعليمات الرائعة بتاعته دي. ديانة مبسطة بدون كهنة. شوف بقى الديانة بتاعتنا ديت الروحانية دي ما فيهاش حاجة اسمها كهنة. أي احتفالات، مفيش احتفالات أو أسرار مقدسة، يقول لك ده سر إلهي محدش يجي جنبه، مفيش أسرار مقدسة بأي شكل من الأشكال، مفيش أسرار مقدسة بأي شكل من الأشكال، ودون طقوس، مفيش طقوس، واخد بالك؟ نقعد نقرع جرس، نعمل مش عارف إيه، روح صلي بالطريقة الفلانية، تعالى، أنا بصلي كل يوم، واخد بالك؟ بصلي الأقصى ويمكن أكتر من أي واحد يعني. وقبل اللي ما نسجل الفيديو ده تلاقيني بنصلي لله سبحانه وتعالى ان هو ينور كل طريقنا وينور كلامنا وينور اخواننا اللي بيشاهدوا البرنامج. بعدين هبقى لما يبقى عندي اصدقاء كده خاصين ممكن احنا نصلي مع بعض في اول الحلقة، واخد بالك؟ نكلم الله سبحانه وتعالى، ما فيش وسيط بيننا وبينه، بدون طقوس، بدون عبادة أوثان أو أي صور، مش نحط قدامنا أي تمثال كده أو أي صورة مش مهم صورة مين، دي صورة المسيح، مفيش. يعني ما تحطش قدامك لا صورة ولا تمثال ولا أي حاجة من دي. شموع، مفيش حاجة اسمها شموع، بخور، مفيش بخور. زي مخصوص، مفيش زي، يونيفورم كده، بدون استعلانات خارجية، نقعد نزعق بقى انا هروح اصلي يلا بينا، مفيش الزعيق ده. لا نعبد يسوع المسيح، احنا ما نعبدش يسوع المسيح، احنا بنعبد الله سبحانه وتعالى، ويسوع المسيح لا نعتبره الها. دي ايضا شيء لازم تفهمه، دي احنا فقط بنتبع التعاليم الراقية للسيد المسيح اللي هو سامها في الكتاب المقدس. وطبعا ده لان الناس اللي بتدرس هنا الارواحية هم اصلا مسيحيين. اعتقد لو في المستقبل مثلا مسلمين عملوا اتصالات ارواحية هتلاقيهم يستمروا في الاسلام، لكن بطريقة راقية اللي انا بقول لك دي، طريقة حب الاخرين، بطريقة الشمولية، في النظرة الشمولية، ما بيبقاش فيه النظرة الانانية. العقيدة الأرواحية، آخر عبارة بقى، العقيدة الأرواحية أيضا ليست بكاملة، بقول لك خلاص دي كملت، ما حدش يجي جنبها، مرنة، قابلة للتغيير، مصاحبة للاكتشافات العلمية. يعني لو أنا من النهاردة معتقد في حاجة معينة وبعديها جه كشف علمي، أنا هصدق في العلم وأسيب اللي أنا إيه بصدق فيه دلوقتي. لا يملكها أحد، مفيش حد انا صاحبها، انا نبي، انا بالك. فهي حصيلة اتصالات الاف من الوسطاء جمع الجزء الاساسي منها العالم الفرنسي والبروفيسور ألان كارديك. هي دي ايه جزء من الروحانية. طبعا انا هسجل فيديو تاني عشان نكمل ايه اللي احنا بنؤمن بيه ايضا في العملية ديت، زي مثلا رينكارنيشن، المعالجة عن طريق وساطة الأرواح الخيرة، في علاج، خد بالك، في طب هنا روحاني، إبعاد وترويض الأرواح السفلى في الناس اللي هي ملبوسة وعندها مشاكل، وعندي فيها أصدقاء عندهم مشاكل لكن إحنا بعيد عنهم المشاكل دي، وبنقبل أيضا الكتابة الميكانيكية، بنؤمن بخلود الروح، إن تعدد العوالم المسكونة، إن كل الكواكب دي مسكونة، بالاتصالات بالارواح، بالرينكارنيشن، في كل ده احنا ايه بنؤمن بيه. المره الجايه هقول لكم ايه الجزء ده، لان احنا عدينا الساعه، وتسمحوا لي برضو انا مش هطبع الكلام ده على الشاشه لاني هياخد مني وقت طويل جدا في عمليه المونتاج وكده، فخلوني ابعته زي ما هو كده. جدعان الف شكر، اسف جدا، وتأكدوا تماما احنا هنا بندرس مع بعض بدون اي غرض وبدون فلوس وبدون احنا مش تابعين لاي منظمة ولا اي كلام من ده، واخد بالك؟ يعني حتى المركز الروحاني مش عارف ان انا لسه بدرس عربي كده باللغة العربية،
لكن انا كلمت شخص او اتنين ادوني شوية نصايح كده، لكن هكلمهم انا يمكن نعمل نوع من الصلاة لاخواننا اللي محتاجينها وكده يعني. شكرا جزيلا جدا جدا، ارجو عمل اشتراك وكده، وارجو ايضا حبابي اطمن جدا، ما تخافش انت في دين معين، انت صح مش انت مش غلط، ما تسمعش الاخرين ان انت هتروح نار وهتتبهدل وكده، ما تخافش يعني، الله سبحانه وتعالى بيحبنا كلنا بغض النظر عن دينك، المهم ان انت اعمل الخير، صلي زي ما انت بتصلي، انت مسلم روح صلي، اركع اقرا القران، ده حاجه جميله جدا وروعه يعني، هتحس بسلام داخلي وشيء روعه جدا. لو انت مسيحي ايضا مارس دينك وطقوسك، انا مش بقول لك ما تصليش، وماليش ان انا اقول لك صلي كده وما تصليش دي كده، دي حاجه بتاع ربنا، دي علاقتك بالله سبحانه وتعالى، ولا انت مش واثق في العمليه دي؟ انت ليك علاقه بينك وبين الله سبحانه وتعالى، مش بيني وبينك انا كانسان، انا انسان زي زيك على نفس المستوى، لا عندي نفس العيوب، واخد بالك، ماشي معاك في نفس الطريق، واخد بالك، ولكن احنا بندرس مع بعض عشان نجاوب على الاسئله المعضلات دي. لسه هكمل انا المحاضره دي في وقت تاني، بقيه الارواحيه، وبعدين هنبدا بقى في الفصل التاني في كتاب الارواح، وهيبتدي يتكلم عن الخلق، عناصر الكون والحاجات الجميله دي. سلام عليكم والى اللقاء، تصبحوا على خير.